يواصل حزب حماة الوطن جهوده في دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث نظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لمساندة وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور قيادات الحزب والنواب والآلاف من أبناء المحافظة. ده سلسلة مؤتمرات بينظمها الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، عرفانا وتقديرا لما قدمه للوطن من جهود وتضحيات مخلصة. وإن شاء الله الشعب المصري كله هيخرج يوم 10 و11 و12 يقول لسيادة الرئيس: نعم يا سيادة الرئيس، كلنا معاك للرد الجميل لما قدمته لهذا الوطن من جهود وتضحيات مخلصة. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الشعب بقى عنده الوعي الكافي والكامل إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتواجد الناس أمام صناديق الاقتراع بكثافة هو رد على المجتمع الدولي ورسالة للعالم كله إن الشعب المصري واعي وصاحي لكل ما يحاك له من مؤامرات، وإن هو لن يسمح بذلك أبدا إن شاء الله. طبعا قيمة وقامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتمثل على مستوى جمهورية مصر العربية مش على الشرقية بس، لكن إحنا بنعي سيادته إن الشعب الشرقاوي اللي هو تقريبا 8 مليون واحد هنثبت لحضرته قدام صناديق الاقتراع وتكدس الناس، وإن شاء الله بإذن الله الشرقية هتكون في المقام الأول في التصويت، وأنا بوعد حضرتك كده. دليل على حبهم في فخامة الرئيس السيسي إنهم جايين كلهم هنا، وكل واحد بيقول إحنا هننزل عشان هو يكمل اللي عمله، عشان ولادنا، عشان الاستقرار، عشان الأمن، عشان الأمان، عشان تكتمل المسيرة. نحن معك يا سيادة الرئيس، نقول لك سر على بركة الله، فنحن أمامك ومن خلفك ومن عن يمينك وعن شمالك، وسر سر سر لو كل يوم هتنتخب يا سيادة الرئيس إحنا هننتخبك. يعني إحنا مهما نعمل مش هنقدر نوقف الراجل ده حقه، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس يعني حقيقة حافظ على البلد ومن أعظم الرؤساء اللي مسكوا البلد. المؤتمر أكد على استحقاق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للدعم والتأييد بسبب مسيرة التنمية التي حققتها القيادة المصرية خلال 10 أعوام الماضية، وهو ما يراه الحزب واجبا وطنيا يلزم الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.